No, no space inside. Yeah. But, so, how should we do it? So just carry your bags. We'll carry them? Yeah. 10 hours. We'll carry them 10 hours. Yeah. How come? It's 10 hours. It's not a half hour or something like that. We are going to Mfuwe. طريقنا حدود ملاوي مدينة شباتا، بس مدينة شباتا مش هي وجهتنا، احنا هنطول شوية يعني نروح على مدينة اسمها إمفوي. المدينة ديت مفيش الا الشركة ديت والباص ده هو الوحيد اللي بيطلع كل يوم يروح للمدينة دي، فاحنا ما حجزناش امبارح وجينا الصبح قلنا استنوا لغاية لما تلاقوا ممكن حد ما يجيش فتاخدوا مكانه. ده اللي حصل فعلا، واحنا دلوقتي في الباص. المشكلة كمان ان احنا يعني نمنا متأخر، صحينا بالعافية الساعة 3:30. يعني مش عارف الناس اللي في الباص دي كلها كانت نايمة في محطة الباص ولا ايه، دوبك لحقنا الباص بالعافية. باص اكتر باص مليان شفته في حياتي متكربس، يعني هل الباص ده لو اتهز هزه كده يعني هتدربك انا والشنط اللي فوقي دي. بنوصل بالسلامة. عزال كله مسافر معانا، العزال كله. وصلنا مدينة شيباتا. شيباتا ديت المدينة الحدودية ما بين ملاوي وزامبيا، اللي هنرجع لها كمان كم يوم. لسه تاني التلفزيون صعب. بعد 12 ساعة في الباص ده الباص عطل، احنا دلوقتي ننقل لباص تاني. يا رب نوصل. خلينا فضل لنا حوالي 7 كيلو متر. بيو بيو. Where is the bus? Left. The bus left. The bus has gone. حتى الباص اللي كان المفروض ياخدنا مشى وسابنا. What should we do now? سفاري، عربية سفاري. And safari car. طالما بقى احنا في عربية السفاري، تعالى احكي لكم احنا جينا هنا ليه. يعني إمفوي فيها واحد من الناشونال باركس ديت، المحميات الطبيعية اللي بيبقى فيها الحيوانات عايشة حياتها الطبيعية والكلام ده. ف جينا هنا عشان ناس كتير كانت بتقول لنا ان المكان ده احلى مكان تقدروا تعملوا فيه سفاري في افريقيا كلها، وارخص من ارخص الاماكن كمان. ف عشان كده احنا هنا. كروك فالي اسم المكان اللي هنقعد فيه النهارده، كان اتحكى لنا عليه كتير. احنا هنشوف حاجات ما شفناهاش في حياتنا، مش عارفين بقى هنشوفها ولا مش هنشوفها. معانا عربيه دلوقتي. المكان اللي احنا قاعدين فيه ده بيقول لك السفاري عندهم ب $40 للفرد، والكامبينج عندهم يعني لو قعدت حطيت خيمتك عندهم $10 للفرد. يعني هنعمل سفاري مع شركه مره ندفع الفرد $10. لقينا شركه رخيصه تدينا السفاري بسعر اقل، وحكينا لهم الموضوع وانهم ان احنا نقعد في المكان ده وحجزنا عندهم وكلام من ده. كل الموضوع ده متظبط بحيث ان احنا بس نيجي بالعربيه هنا نقول لهم ان احنا هنروح سفاري بعربيتنا ونطلع بيها من هنا، وبس هنروح مع الشركه هنا. دي الفكره. ناس بتفكر بزنس،
هنا بقى القرود ممكن يقلبوك. دي مش قرود. الصوت اللي صحينا عليها النهارده فرس النهر. صباح الخير. احنا دلوقتي على اول سفاري في رحلتنا، ممكن تكون الاخيره كمان. اصحى كده على اصوات فنشطه الجميل تقول والله العظيم ما انا طالع وسايب الخيمه ابدا. اصل امبارح شفنا تمساح حجمه اكبر من حجم الاستاد قشطه. طيب جميله جميله جميله. دخلنا دلوقتي الناشونال بارك مع نيكولاس. الموسم ده يبقى لازم يكون حظك فيه عالي جدا عشان تقفش حيوان. الشجر بيبقى اخضر وبيبقى الدنيا مطره، فتلاقي الحيوانات مستخبيه جامد في الخضار ده كله والكلام ده. نتمنى بقى يكون حظنا حلو النهارده ونلاقي حاجه ايه تفتح نفسنا كده. That one calling me. It's trying to gather. Organize everyone. Oh. So that means there are still some members that are not here yet. Oh. Yeah, that was a contact call. Mm. But they've killed something. I don't know what they've eaten. They all full. They look full. They hunt twice a day. Twice a day? Yeah, early in the morning, then late afternoon. And they will eat it so quick? Exactly, yes. It's 10-15 minutes. The meal is done, it's finished. Coffee, what? Don't throw. Here, go for that as well. Oh, here, the head, huh? Uh-huh. 2 months ago, somebody was taken there. A fisherman was killed by the crocodile. Mm-hmm. Completely taken off. So we hunted the crocodile. Mm-hmm. Because what we believe here, when a human being is being taken by croc, we have to hunt the crocodile down, mm-hmm. and open and remove the person. Ah. Mm. That's what we do. The حظ قطعنا يعني. انت تشوف ليوبارد الحظ كله يعني، مش اي حد ممكن يشوف ليوبارد في النهار وبتاع، عشان هم غالبا بيصطادوا بالليل. هي كانت رايحه تصطاد غزاله وبتاع، يعني حظنا بوم. Almost day, almost it almost made the kill there. Yeah. The impala was coming and the impala didn't see the leopard. Yeah. The leopard went in town. Wow. Would be the shot of the year. لسه مش كناش اسود. ممكن بقى ايه في الفتره المسائيه في الاربع ساعات بتوع المساء يعني متحمس، بعدين تحس ان كولاس كده وشه حلو يعني بيجيبها جدا. هسيب اللينك بتاعه في الديسكريبشن بتاع الفيديو ده. يا اتشيبر يو نو اتشيبر ذان نورمال دو يا كراود.
الطريق عدى بسرعة، بس المطر بقى يعني دوبك طيرنا درون، بس طيرنا درون كده ونزلناه لقينا الدنيا بتمطر. I don't like him. He'll attack. He's coming quick. Yeah, you definitely try and push us away. Ah, fuck. We back off a bit because he's the kind of a guy who want to fight. Need, yeah, he needs space. The guy in the water, da? The guy in the head, da? See? Yeah, the last. Have you seen the green fluid? Uh-huh. Look, there's a constant green fluid dripping from his sexual organ. Yeah, that is the sign. Look, have you seen that? Yeah. Don't play around with these guys. واحد ايه بدا يدق جامد يعني تشوفه كده بيخبط في الارض عشان عايز يحارب، كان لازم ترجع لورا شويه. اخطر الحيوانات، يديك خبطه واحده يجيب اكلك. كنا الاول مخيمين في الحته دي، يعني ايه بقى عشان الفيو بقى هنا بقى على النهر. نصحى الصبح نفتح الخيمه كده زي شغل الافلام ده. واحد قال لنا خلي بالكم هنا فرس النهر، ده الطلعه والنزله بتاعتهم من هنا، انتوا كده في الوش. صباح الفل يا عم القرد. بس القرد النهر ابيض. لقينا هنا الحته دي اكبر تمساح شفته في حياتي. كنا مرعوبين. شلنا الخيمه وديناها فين؟ شايفين فين؟ يعني هناك على الطريق. No, first we say that tomorrow. Right, you guys. Thank you so much. Thank you very, very yeah, much. Yeah, enjoy the rest of your trip. Yeah, it was amazing here. So now, رايحين بقى على مدينة جديدة وبلد جديدة. تنسوش تعملوا شير، لايك، سبسكرايب عشان تشوفوا الحياة. سلام.